أهلا بكم في الرسالة اليومية الخاصة بدورة الألعاب الشاطئية في كلباء، الفعالية الرياضية المجتمعية الأبرز في درة الشرق. 7 أيام متواصلة يتنافس فيها أبطال الرياضات الشاطئية في 7 ألعاب وبمعدل 7 ساعات يوميا. اليوم الثالث لدورة كلباء الشاطئية، انطلقت فيها مواجهات الجولة الثانية في كرة القدم الشاطئية، وفيها تتضح معالم الفرق المرشحة للتأهل إلى المربع الذهبي. في هذا اليوم أيضاً انطلقت منافسات رياضة التايكوندو الاستعراضي أو ما يطلق عليه فن البومزا، بمشاركة أندية محلية وأكاديميات متخصصة في ألعاب الدفاع عن النفس. لليوم الثالث على التوالي تستقطب كلباء إليها أنظار عشاق الرياضات الشاطئية، بالرغم من أن المشهد على كورنيش كلباء يبدو طبيعياً مع ممارسة سكان المدينة رياضة المشي على مسار يمتد طوله لمسافة أكثر من 9 كيلومترات، إلى أنهم كانوا حريصين على حضور المنافسات اليومية في المنطقة المخصصة للألعاب. اللجنة المنظمة لدورة كلباء الشاطئية راعت الكثير من الجوانب عند تصميمها رحلة زوار ومرتادي المنافسات اليومية. مع بداية الأسبوع كان من المتوقع أن تسجل أعداد الحضور إلى منطقة الفعاليات انخفاضاً ملحوظاً، ولكن المؤشرات الأولى مع انطلاق منافسات كرة القدم خالفت كل التوقعات. حضر الجمهور وتفاعل مع الفرق الأربعة في الجولة الثانية من الدور التمهيدي الأول. التجهيزات قبل بداية المباراة الأولى كانت تسير بصورة دقيقة للغاية، حتى الطاقم التحكيمي ساهم في إعداد وتجهيز الملعب. المواجهة الأولى جمعت فريقي الاتحاد والدستور، وكان واضحاً مدى استشعار لاعبي الفريقين خطورة وأهمية المباراة بالنسبة لمسارهما في البطولة. ساد الحذر في الدقائق الأولى وتبادل الفريقان الهجمات، ولكن الاتحاد كان الأكثر حسماً وترجمة للفرص إلى أهداف، منهياً المباراة لصالحه ب3 أهداف مقابل هدف للدستور. والله بخصوص المهرجان الصراحة التنظيم الصراحة مستوى عالي، وهنيهم الصراحة أنا على هالتنظيم، وإن شاء الله ما يقطعوا عنا هالأمور إن شاء الله. والله شوف إحنا يعني مش لعيبة منتخب، لكن إحنا نكسب خبرة، يعني هم لعيبة منتخب خبرة، بالعكس يعني شرف لنا إن إحنا نلعب معاهم ونشاركهم في هاي البطولة. يعني الحمد لله، يعني إن شاء الله كل سنة نكون موجودين إن شاء الله. المباراة الثانية جمعت خورفكان والفجيرة. أبناء الخور قدموا مستوى كبير في اليوم الأول، فتح شهية اللاعبين لاكتساح مرمى الفجيرة ب8 أهداف دون مقابل، متربعين على قمة صدارة فرق المجموعة، بينما الاتحاد اكتفى بمركز الوصيف وبطاقة التأهل الثانية. شعور جميل جدا بالفوز، طبعا الحمد لله رب العالمين. امس خذينا 3 نقاط،
واليوم الحمد لله كملناها بثلاث نقاط وصعود الحمد لله رب العالمين إلى قبل النهائي الحمد لله رب العالمين. وأشكر صراحة شيء رائع المهرجان الرائع صراحة مهرجان كلباء على النظام على كل شيء جميل صراحة. واتمنى باذن الله حضور السنايا حق المهرجان الطيب. مشتركين بالبطوله تقريبا ثلاث ايام، احنا ثلاث مباريات على التوالي وربعنا ما شاء الله عليهم، يعني الحمد لله ان استمروا واستوت عندنا كذا اصابات البارحه واليوم. البارحه سجلنا قدرنا نسجل، اليوم ما في مجال لان اساسا الحظ ما لعب معنا دور وعندنا لاعب اساسي تعور، يبنا لاعبين ثانيين، فالاعداد ما كان جيد من بدايه البطوله لان ثلاث ايام كانت عندنا مهله للتسجيل. اليوم الثالث من دورة كلباء كان مخصصاً لرياضة التايكوندو الاستعراضي البومزا، وفيها برز أبطال واعدون من المراحل العمرية من مختلف أندية الإمارة بالإضافة إلى عدد من الأكاديميات الخاصة. المهرجان منظم وجميل جدا، وطبعا مستعد من بدري بطولة البومزة، وكل التوفيق طبعا ربنا، وبعدين كابتن رامي وكابتن وليد. بس الحمد لله انا كنت في التدريب بتدرب كويس مع كابتن وليد وكابتن رامي في نادي بوست، ومن فتره بتدرب للبطوله عشان ان شاء الله احقق مركز كويس. انا شايف صراحه تايكوندو رياضه رائعه، يعني عشان نمارسها كل يوم وبتنمي من المهارات العالية، إنه بنقدر ندخل بطولات ونسافر لخارج البلاد يعني ونجيب جوائز ويعني ميداليات وأشياء. أنا حقيقة أول ما جيت هنا المهرجان أنا شعرت يعني شعور حماس، عشان أنا طبعا يعني كل أنا موجود وحامل البومزة على الشاطئ ده، كل الإحساس ده بيدي يعني كأني مرتبط مع الطبيعة. طبعا البومزة جزء مهم جدا في التايكوندو، انه بيعلم الانسان انه هو يكون ملتزم في نفس الوقت يكون يعرف ازاي يدافع عن نفسه. وانا اتمنى ان شاء الله ان انا اعمل شغل كويس في البومزة، ومش اكسب ولا اخسر، طبعا مهم ان انا ادي اداء رائع. وحده لاعب نادي بوست إبراهيم أحمد تمكن من الحصول على برونزية فرد البومزة لفئة الأشبال مواليد 2005-2006. أشكر ربنا الحمد لله فضله ونعمته أنا أخذت مركز ثالث في شباب حسن أخضر. والله هي رحلة التايكوندو مش رحلة سهلة، سواء فايت أو بومزة، اللي محتاجة تدريب، محتاجة التزام، محتاجة ثبات انفعالي قوي جداً. والحمد لله رب العالمين اهو معايا ميداليه مركز الثالث في الشباب حزام اخضر، وان شاء الله ربنا يدل على فعل الخير واجيب ان شاء الله مركز اول. منافسات التايكوندو الاستعراضي على رمال شاطئ كلباء دارت على مستوى ست فئات تدرجت مستوياتها بين الحزام الاسود البوم والحزامين الاحمر والاخضر. على مستوى مسابقه الفردي الحزام الاسود البوم توج عبد الله شديد بالذهبية، وجاء محمود حسام في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصل بيغا دولر على البرونزية في هذا المستوى. حققت الميدالية الذهبية المركز الثاني ببطولة البومسة في معرض كلبة للألعاب الخارجية. الحمد لله الأجواء كانت جميلة جدا والعروض والفعاليات كانت جميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي عبد الله طارق شديد من نادي مليحة. اليوم الحمد لله جبت مركز الأول، ولعبي يعني ما شاء الله مبارك كان كويس وممتاز، والأجواء كويسة وكذا، وجبت مرتبة الأولى.
وفي منافسات الفردي للحزام الأحمر فاز ياسين بالنبيل بالميدالية الذهبية، وجاء نبيل عابدين في المركز الثاني، بينما حصل فؤاد عمر على البرونزية. اليوم طبعاً لعبنا بطولة كلبة المنافسات الشاطئية، الحمد لله يعني التنظيم كان روعة وكان في منافسين، الحمد لله يعني اشتغلنا، كانت أيامات يعني فيها شغل، الحمد لله يعني النتيجة ذهبية الحمد لله، وبإذن الله القادم أفضل إن شاء الله. وأشكر المنظمين للدورة هذه الممتعة، وأشكر يعني الشيوخ اللي إجت، والحمد لله يعني أشكر المنظمين للكلابة، ويا رب يمكن في المباراة الجاية أجيب المركز الأول، ويا رب يصير هالشيء وتحقق أحلامي. المكان حلو وجميل، حبيته يعني، الأجواء كانت حلوة يعني. مبروك اللي جاب المركز الأول. وعلى مستوى منافسات الحزام الأخضر الفردي للشباب، توج قاسم يوسف بالذهبية، وجاء محمد مؤذن في المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما حصل إبراهيم أحمد على المركز الثالث والميدالية البرونزية. أدائي كان أفضل، ومع أداء الشباب بعد كان أفضل. المهرجان حلو، كل يوم يستضيفون رياضة، كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة، والبكرة إن شاء الله في بتاع جيجيتسو. كانت حماس وكلها كانت حلوة، وأشكر المنظمين لدورة كلبة للتايكواندو. وصلنا إلى ختام هذه الرسالة من دورة الألعاب الشاطئية في كلبة. اللقاء يتجدد معكم في يوم آخر ومنافسات رياضية جديدة.